فهذه الثورات أنا واثق أن نهاياتها عظيمة جدا. أنا أريد الذين قالوا أنها فتنة وأنها ثورة وأنها لا تجوز والتظاهر لا يجوز والقيام على ولي الأمر لا يجوز، هذا اللعب. هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر. ما في طاعة لولي الأمر إذا ظلم. ولن أتنازل عن خطبة الفتنة هذه، ما دام هذا هو الفتنة اللهم أحيني من خطباء الفتنة وأمتني منهم واحشرني معهم. أما أهل سوريا فسوف يسطرون بدمائهم صفحة من تاريخ عز هذه الأمة. كم مات في التزلج وفي التفحيط وفي الدرباوية وفي المخدرات وفي المسكرات وفي حوادث السيارات، وانت خايف على 5-6 يموتون؟ فليموتوا فليموتوا فليموتوا. بضع سنيات، اصبروا بضع سنيات وسترون بأم أعينكم كيف تتحول المنطقة كلها إلى صالح الإسلام والمسلمين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، لا سيما في أوقات الفتن. عليكم بالجماعة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر حذيفة بن اليمان أنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. أمره بذلك. فهذا الذي يقي من الفتنة ومن شر دعاة النار ودعاة الضلال، وما أكثرهم اليوم. فاتقوا الله عز وجل، واحذروا من دعاة الضلال ومن دعاة الفتن، لا تصغوا إليهم، فإنهم الآن يؤججون الفتن بين المسلمين عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الكتابة، عن طريق الإنترنت، عن طريق أشياء كثيرة من الوسائل المستحدثة، يهيجون الفتن بين الناس، حتى يثور بعضهم على بعض، حتى تثور الرعية على ولي الأمر، حتى ولي الأمر يغضب على رعيته، حتى يتقاتلون، حتى تخرب البلد، حتى يتشرد الناس، حتى تقتل الأنفس. كل ذلك بسبب الدعاة الذين على أبواب جهنم، فاحذروهم والزموا جماعة المسلمين وإمام المسلمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار.